هادشي تيفرح بكل صراحه. نتمنوا ان هذا الانتصار هذا نستمروا ايجابيا في المباراه المقبله ديال كاس الاتحاد الافريقي. فرحانين بزاف بكل صراحه ان اللاعبين الشباب اللي دخلوا في هذه المباراه هذه. هاد الفوز ديال اللاعبين ديالنا المصابين كريم بركاوي الله يشافيه والزميل ديالنا ايوب ملوكي. بكل صراحه كنا نمنيو نفس ان الجماهير تكون حاضره لان الفريق تيبصم على موسم الا بغينا نقولوا بين قوسين استثنائي، لكن شيئا ما غضبانين شويه على الغياب ديالو. نتمنى ان شاء الله ان هاد الاستثمار ديال هاد لي جو اللي دخلوا اليوم انهم يفيدوا، لان بان بان فرق حسنة اكادير عندهم دراسه، عنده خزان اللي يعتمد عليه مستقبلا ان شاء الله.